وسابقت الأحبة في تلاوته وأنعم حين ألقاهم بلقياه. ولي شيخ إذا رتلت ألمحه تقبلني من الإعجاب عيناه. وأبحر في مدى الدنيا وعالمها إلى زمن تعدد في زواياه. أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله. على حلقاته عشنا طفولتنا وفي سنواتنا الأولى حفظناه. يزيد وداد صحبتنا بصحبته وتأتلف القلوب إذا تلوناه. وكان الحب للقرآن رائدنا وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسيناه. فإن حفظوه أولادي فأمنية أنال الله قلبي ما تمناه. وإن الجود للقرآن موهبة بها يهدي لنا المولى عطاياه. ومن أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفاه. به يلقى الإله إذا توفاه.